واتمنى الحقيقه يمكن واحد من المنتخبات اللي بتقدم كره ممتعه دايما الكابتن احمد. في منتخبات كده دي كره حلوه اكيد، لكن ما تحققش القاب، وفي منتخبات يمكن كورتها ما تكونش على درجه عاليه ومستوى عالي من المتعه، لكن زي المانيا، زي المانيا مثلا بالظبط كده. كده على طول تلاقيهم في المباراه النهائيه، على طول ايطاليا، على طول ايطاليا، ايطاليا من الفرق برضو. هولندا تستمتع وتتفرج عليها، فرنسا تستمتع وتتفرج عليها، لكن فعلا في انديه فعلا كده، في منتخبات فعلا كده تستمتع بيها وما تلاقيهاش في منصه التتويج. يا فرحتي بالاستمتاع. بالظبط كده. مين يكسب، مين مرشح من وجهه نظرك انه ياخد بطوله اوروبا؟ انا بلجيكا والمانيا من الناس اللي هو طبعا عايزهم نقول المانيا على طول. ماتش ناري مع انجلترا بالظبط، ماتش صعب جدا، يعني ماتش صعب جدا، ماتش كلاسيكو يعني، بس بيعرفوا يوصلوا للنهائي. بيعرفوا، بس نسخة ألمانيا دي تقدر من وجهة نظرك؟ والله يعني بص يعني بهتانة شوية. أكيد أكيد. عندهم مشاكل برضه، عندهم لعيبة كبيرة كتير، عندهم يعني مشاكل في الفرقة شوية. طيب. لكن ألمانيا طول عمرها كده يعني، بنشوفها على طول في النهائي. تمام.